هل من يشكر الناس على عطاياهم يدخل في قوله أن تحمد الناس على رزق الله؟ لا، يحمد الناس على قدر ما بذلوا، والشكر المطلق هو لله عز وجل، إنما المخلوق يشكر على قدر ما بذل من المعروف. إن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.